أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإن شاء الله تكونوا بخير. حديثنا اليوم عن اللسان. اللسان البشري وحش لا يستطيع السيطرة عليه إلا قليلون. كلما زاد ما تقوله تقل قدرتك في السيطرة على الأمور، بمعنى كلما كثر كلامك زاد احتمال تفوهك بحماقة. اعلم يا أخي الحبيب، من يفتح فمه أكثر من اللازم يضع نفسه تحت رحمة من يستمع إليه. واعلم كذلك، إذا خرجت الكلمات من فمك فإنك لن تستطيع استرجاعها، فأبقها تحت السيطرة. هناك أوقات ليس من الحكمة فيها التزام الصمت، فالصمت يثير الشكوك. الصمت والنطق شيئان ينبغي ممارستها بحذر وحكمة. الصمت لغة الأقوياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إلى آخر الحديث.